النهارده الفريق لم يحالف التوفيق، واغلب اللعيبه كانوا بعيد عن مستواهم، لانه من وجهه نظره من قناعاتي. طب انا عايز اقف عند حضرتك عن يعني ده طبعا الاستاتيك بتاع المباراه 27%، طبعا استحواذ النادي الاهلي تقريبا 75%، التصويب على المربى عدد كبير جدا بتتكلم على 25 تسديده يعني، لكن ما بين المرمى 2 وده عدد قليل جدا. تمريرات صحيحه انت بتتكلم في بتتكلم على 773 تمريره مقابل يمكن 200 وشويه 273، يعني بتتكلم على فارق كبير جدا جدا. بتتكلم على ركنيات 7-0، بتتكلم الفرص على المرمى ودي اللي هقف عندها شويه، عندك 11 فرصه على المرمى مقابل يمكن فرصه وحيده. افتقدت ليه يا ريس؟ افتقدت ليه؟ افتقدت ليه التركيز، افتقدت انهائها بقوه، ويعني كان ممكن تخلص المباراه من اكتر من فرصه. يعني انت لاحظ كل التسديدات كانت تفتقد الى الدقه، يعني ما ينفعش يعني كل الشوط دي. حاجه الحاجه الثانيه، انا شايف انه في سوء توفيق في قرار اشراك وليد سليمان في المباراه من الاول. يعني أنا كل أنا الكلام اللي جاي بيتقال انه شعر بكذا، ما فيش حاجه اسمها شعر بكذا اقول له لا العب، لا ما ينفعش الكلام ده. فاش مع كابتن، انت لازم تحافظ على اللاعب بتاعك، انت كمان رايح برضه مع لعيب خبره كبير محتاجه في كاس العالم، محتاجه في مباراتين، محتاجين خبره في المباراه اللي جايه، عندك مباراتين مهمين جدا مولين وبيراميدز، المفروض احافظ على دي برضه. حاجات عدم التوفيق يعني، دي يعني ايه قرار يعني جانب يعني ما حصلش فيه التوفيق شويه. لكن يعني انا معاك يعني دايما، بص استاذ محمود انا دايما بنتكلم بكل امانه هنا، انا في اعتقادي الشخصي ان طالما في لعيب ما بين الشوطين او قبل عمليه الاحماء بيسخن وشعر بحاجه ده خلاص يبقى في بديل. اعتقد كان وجود راس حربه مثلا محمد شريف من البدايه على حساب وليد سليمان ده كان جزئيه، لكن يعني هخش بجزئيات فنيه تاني. لكن ردا على كلامك ان تاريخ النادي الاهلي مجالس ادارته وكل الناس دايما شايله ملف التحكيم ده بعيد، وعمرنا ما قلنا يعني بنعلق شماعتنا على التحكيم، لا طبعا. لكن في وقت من الاوقات بيبقى خلاص يبقى لازم انت تدي ملحوظتك ولازم تدي الكومنت بتاعك عشان تقول انا شايف انا ساعات جدا او أنا ساعات كتير ما بتكلمش، لكن انا عندي ملحوظه. انا هكمل لك في جزئيه يا كابتن هاني، انا بكلمك بقول لك ايه، واحنا يعني انا اتكلمت مع حضرتك في الموضوع ده في جزئيه، قلت لك انا يعني انا بشعر لعيبه الاهلي مستسلمين قدام الحكم. يعني ايه المفروض في العاب في الكوره اللي هي رجع فيها الفار، انت فين القائد الفني هنا؟ يعني لازم يبقى حتى الكابتن محمد شناوي حارس المرمى بعد المباراه لازم هو يتكلم عن حاجه، لكن لا المفروض اللعيبه نفسها يكون في ضغط، يبقى عندها يبقى عندها حماس اكتر من كده وتركيز، مش كل واحد في ناحيه. انت رايح للحكم فين؟ ده انت لما الحكم كوره هاندبول ما حدش رايح للحكم، ولكن ما تبص على الانديه الثانيه بتعمل عامله شكل ازاي والحكم بيبقى خايف. يعني مش بقول لك خوف الحكم، بس بقول لك تمسك بحقك ودافع، لانه هو في طبيعته وخيال هو البعض يتصور انه يجي قدام النادي الاهلي ويعيش في الدور. يعني ايه؟ عارف انك انت مش تقدر تخرج عن النص، لانه في قاعد عندك اداره حكماك، هتاخد اي قرار اي تصرف هتعمله مع الحكم هيبقى في عقاب. دي المساله مش مبرر، لازم يبقى عندك في الفريق عناصر تعرف تتعامل في المواقف اللي زي دي.